والله يقدم الاجر الاهل تحازيم، نقول الله يقدم الاجر للشعب الجزائري اللي فدقنا زعيم اللي راح وخلانا، ورا اليوم راهي اليوم ورا راهي حزينه بلا شبه. نقول لكم الله يصبرنا ويصبركم ان شاء الله، ونشكر الجيش الشعبي الوطني، ونشكر الرئيس تبون، ونشكر الحمايه المدنيه، نشكر الشرطه، ونشكر الوالي ولايه وهران، ونشكر كاع اللي وقفوا معنا في هذه جنازه التحازيم. الله يصبرنا ويصبركم، وانا لله وانا اليه. ونشكر كاع الممرضين اللي وقفوا معاه، نشكرهم كاع كاع. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. ادعوا له بالرحمه، ادعوا له بالرحمه. السلام عليكم، ادعوا له بالرحمه، اللي يبغي يدعي له بالرحمه. ونطلبوا له الرحمه، رحم كل موتانا. عمي حازم راه بونا وراه خونا، نعزوا كل الساحه الفنيه تاعهم، ونعزوا كل الشعب الجزائري. في مصالين انا كمجتمع المدني في المرسى الكبير ولايه وهران ومرافق الصحي، اليوم جيت نعزي لعائله محمد حازم. لقد فقدنا سامبول تاع وهران، والله يرحمه ويوسع عليه. خلي التعبير لسان الخالي ما نجيبش، رانا هنا باش نتقبلوا المعزين، المعجبين، الفنانين، المحبين تاع حازم اللي خونا راح وخلانا. اون سافي كيلي تي مالاد غاف، ما بغيتش نعلم، كان في كوما دي يومين، بصح انا لله واليه راجعون. انتم كثر خيركم هنا، ورانا هنا باش نستقبلكم، باش نستقبلوا كل امه اللي يبغوه. فقدنا اخ واحد من العائله نتاعنا، نتمنوا له ان شاء الله يكون في الجنه، ونتمنى ان شاء الله ان نعظم الاجر لكل العائله نتاعو، ونقول له العائله الفنيه فني، وهذا السيد خلى بصمه، نتمنى له ان شاء الله راه في الجنه ان شاء الله، وراه سعيد، وانا لله اليه راجعون. السلام عليكم، احنا نقول له العائله تاع حازم عظم الله اجركم، وكاع الجزائريين بصفه عامه الله يعظم الاجر، واخوتنا الفنانين الله يعظم الاجر، وان شاء الله حازم اخونا يكون من اهل الجنه. فقدنا اب واخ. السلام عليكم، معكم مواطن من مدينه مصانم. اليوم رانا في وهران، ورانا بدات في بالقايد، رانا عند الجنازه تاع اخونا محمد حازم، ربي يرحمه ويرحم الجميع، والله يجعله ان شاء الله من اهل الجنه. بون كما كنا نشوفوا حنايا كان مريض بزاف، وعلى كل حال حنايا عندي نداء بنقدمه للسلطات، ماذا بيا الفنانين ان شاء الله يتفكروهم من يكونوا حيين، ويكرموهم من يكونوا حيين، ويزوروهم من يكونوا حيين، من يتوفى بون بارك الله فيهم الجميع كاع كبروا به وجاو، مي حنا ماذا بينا ان شاء الله من يكونوا حيين يوقفوا معاهم، وانا نعزي انفسنا ونعزي كل الفنانين. لله ما اعطى ولله ما اخذ، انا لله وانا اليه راجعون. نحن كاعلاميين انتقلنا من ولايه مصغانم الى ولايه وهران، وتحديدا في حي بلقايد، اللي نقدم واجب العزاء لعائله المرحوم الفنان حازم محمد. نقول لها الله يرحمها برحمه الله، رحم الله الفنان. في هذه المناسبه الاليمه جدا التي تلم بالعائله الفنيه، أوفدتني السيدة وزيرة الثقافة لتبليغ كل تعازيها الخالصة لعائلة المرحوم. نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه برحمته، وكذلك يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. حازم محمد حازم هو فنان الشعب، هو الذي أدخل هذه البسمة. أكيد أنه اليوم نحضر جنازة هذا الفنان العملاق الذي أثر وما زال يؤثر، ولكن أكيد أنه ترك أثارا جميلة، ترك هذه الابتسامة. الجزائر فقدنا، فقدت الفنان الكوميدي الجزائري والوهراني محمد حازم رحمه الله، وكان لي شرف خدمت معاه في الأعمال، ومن هذا المنبر نطلبوا له نعزي أنفسنا ونعزي عائلة. اليوم أنا بيردي أن غران توم، بدا من السبعينات هو في الفن، وش نقول لكم؟ نقول لهم الله يرحمه ويوسع عليه، كما كاع الممثلين اللي ماتوا، صيرات بومدين، عبد القادر علولة، عثمان فتحي، كاع الله يرحمهم ويوسع عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحم حازم. الله يرحمه ويوسع عليه، والله يكون من أهل الجنة. الله يعشر ربي تبتاع في السؤال. الآخرين إن شاء الله. وهذا ما نقولوا له. الله يتبتاع عند السؤال إن شاء الله. الله يعشر ربي تبتاع في السؤال، كان عزيز علينا ونبغوه.
الحمد لله والله العظيم والله الله يجعل قيمه بخير ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يرحمك والله العظيم. راجل الزين هو راجل الزين. هذه ثاني حازم بون شنو غادي نقول لك؟ حازم كان معنا في الميدان انسان متواضع انسان قليل انسان ماشي متكبر عاقل عاش قليل مات قليل طلبوا له الرحمه ان شاء الله ربي تبتع عن السؤال هذا ما نقول هنايا كاع طلبوا له الرحمه ان شاء الله طلب الله المولى بخير والله يرحمه ويسع عليه ان شاء الله الله يرحمه ويسع عليه لازم تاعنا الله يرحمه ويسع عليه تبتع للسؤال ان شاء الله يا رب العالمين تبتع للسؤال الله يرحمه والله لا غادنا كاع زيد متابعين نطلبوا له الرحمه رحمه وربي يرحمه وقال لك ابتسامه صدقه ما ماتش غير ابتسامه واحده فايت 40 مليون نتمنى لها الرحمه ان شاء الله مي هذه تبقى رساله رساله للفنانين ان شاء الله يا رب وربي يرحمه شكرا نطلبوا له الرحمه الله يرحمه هذا كان يقلع علينا ذقت الروح الله يرحمه ولا يوسع عليه دار دائما وعظم الله اجره لاهله الله يرحمه ان شاء الله يا ربي يرحمه ويوسع عليه جينا من صغير زياره هنا عنده ولاده وصبر ولاده احنا جينا مستغلين زيار ربي يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه نطلبوا له الرحمه ربي يفرج عليكم ربي ولا يصبر اهليته اهليه تاعو ولا يصبرها من غير لسان بان عزي اهل المرحوم الفنان والاسطوره حازم الذي ادخل الابتسامه في وجه الملايين يقول لك ابتسامه في وجه اخيك صدقه المرحوم حازم الملايين دخل في وجوه الابتسامه الله يجعل مأواه الجنه الناعم ان شاء الله الله يرحمه. السلام عليكم احنا نطلبوا لعمي حازم الرحمه والمغفره وعمي حازم والمرحوم ثاني بوضو بلاحه كاع نطلبوا المغفره ان شاء الله يا ربي يرحمهم و يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم اليوم مهرجان حزينة فقدنا أب فقدنا أخ فقدنا حزيم بشيكة فنان فقدنا كإنسان كذلك هذا الإنسان طيب هذا الإنسان الود فاميليا هذا الإنسان متواضع لواحد الدرجة والله ما يتفوه عقل اللي في جيبه بشي ليه يبغي مساكين إنسان ود فاميليا بون نقولوا بيلي من بيلي من تاع هذا المدينه ان شاء الله الشيء اللي احنا نطلب نداء الكل يعرف حازم كل المواطنين يطلبوا له الرحمه هذا مكان حازم راح انتهى بقاو غير الاعمال تاعه والدعاء عليكم بالدعاء لهذا الاخ الكريم يا ربي الله يرحم حازم ان شاء الله والله طلبوا ربي الله يرحم حازم ان شاء الله يا رب العالمين يكون في الجنه مع الصالحين مع الصالحين والاولياء الصالحين باذن الله هذا اللي نقولوا في هذا اليوم الحزين وربي يعظم اجر العائله تاعه ربي يعظم اجر اولاد وهران ربي يعظم اجر كل الجزائريين اللي حبوه وخاصه الفنانين اللي خدموا معاه اللي كانوا اقرب اليه ربي يرحمك يا حزيم لله ما اعطى ولله ما اخذ الله يجعل ان شاء الله ربي يرحمه ويرحم جميع المسلمين والمسلمات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطعت الا من ثلاث صدقه جاريه ولد صالح او علم ينتفع به والله يجعل هذا ان شاء الله كاع الناس هذو اللي جاوا معي الله يجعل ان شاء الله عدد الرحمات ان شاء الله حزيم راه معروف يعني على الساحه الفنيه ونطلبوا من الله سبحانه عز وجل يرحمه ويتغمدته برحمته الواسعه والله في هذا المصاب الجلل لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون في هذا المصاب الجلل فقدت الجزائر قامات من قامات الفن الجزائري ألا وهو محمد حازم نطلب من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يوسع عند مقبره
وكل الجزائريين يطلبوا له بالرحمة والمغفرة. هذا إنسان كان إنسان طيب خلوق في وسط الجماعة كما راهي، متواضع يعامل الناس لا تكبر فيه ولا زيادة. خدمنا معاه عدة أعمال وعدة نشاطات فنية، كان يعطينا النصائح وكان القدوة نتاعنا كما يقولوا، إنسان طيب ما شاء الله. نطلبوا من رب العلي القدير أن يوسع مدخله وأن يسكنه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. كان يزرع الابتسامة، يقول لك ابتسامة في وجه أخيك صدقة، فما بالك ليتسبب نفس. رانا في هذه الفاجعة، فقدنا رجل من الفن، فقدنا بطاقة شخصية من الفن وهو محمد حزيم. من منا لا يعرف محمد حزيم؟ عندما تتكلم عن بلا حدود تتذكر محمد حزيم، عندما تتكلم عن الفن تتذكر محمد حزيم. ولكن شاء القدر أن يغادرنا محمد حزيم عن عمر ناهز 70 سنة. ونقول لهذا الفقيد أنك ما زلت في قلوبنا، أنت حقيقة مت ولكن أنت ما زال في قلوبنا، وخاصة وهذا حزيم كونها ونبغوه وعزيز علينا بزاف، ما يزعفش كاع، نلقوه دائما فرحان، هو راح فرحان راح يضحك. وإنا لله وإنا راجع. السلام عليكم ورحمة الله. شوف اليوم وهران هي زيد حزينة، فقدت آخر أعمدة المسرح الجزائري، نقولوا العالمي كاع لحزيم خونا اللي نتمنوا له الرحمة والمغفرة. اليوم راه في المتواه الأخير، وحزيم نعرفه كأب وأخ خونا كبير، كان مريض مسكين بالقلب، وانا نشاهدوا على الناس اللي وقفت معه كاع، خاصه السلطات. انا زرته، كان لي شرف اللي زرته انا وعبد القادر العريش رحمه الله في ولايه بلعباس منذ 3 سنوات من كان اوسبيتاليزي في بلعباس، اللي نشكر الراحل قايد صالح ثاني اللي دا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني فقدنا يعني شخصا عزيزا على قلوبنا، والحمد لله يعني المبشرات اللي جات من الله تعالى مات بابتسامه والناس قاعده تحبه. نسأل الله تعالى هذه مبشرات الجنة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يرحمه ويجعله مع الذين كانت لهم جنات الفردوس نزلا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المرحوم هذا إنسان حبيبي تاع الصغر، إنسان باشوش ملي نعرفه صغير يضحك حتى اللي ما تضحك، وإنسان مسكين قليل يبغي المساكين، وإنسان نصوح ويبغي النصيحة. شحال ما خطره نقول له يا محمد ترى كان يتمشى في التدخين، ترك التدخين ولا يجي يصلي معنا. يضرب به المثل الان فصاعدا ليقول الشعب الجزائري ديروا اليد في اليد، تمسكوا مع الصحافه، تمسكوا مع الفنانين، وجميع اللي ما طلبوا له الرحمه، جميع المقبول الله يفرج عليه. انا اليه راجعون يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الرجل يعني كان محب اولا لدينه ووطنه، كان محب يعني للشباب، كان يوصل ابتسامه، كان يعني رجل يعني اعطى الكثير. يعني اليوم يعني شهاده حيه يعني النجات متبسه المغربيه الجنوب الكبير الواحه الحمراء شرق غرب يعني وسط كلهم يعني باش يعزوا يعني هذا الرجل العملاق، يبقى يعني نم قرير العين ستبقى حي في قلوبنا وأعيننا.